أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان وسط هذه الأجواء المثالية في كرة القدم، أسعد بصحبتكم من كابينة التعليق. واليوم موعدنا مع مباراة الذهاب لدور 16 من هذه المسابقة. لدينا اليوم فريق وولفز يواجه فريق برشلونة، كل الترشيحات تصب في خانة البارسا للتأهل للدور القادم في دوري الأبطال. فرق الإمكانيات واضح بين الفريقين، لكن كرة القدم تلعب بالتأكيد في الملعب، وأكيد لاعبي برشلونة لديهم من الخبرة ما يكفي ليدركوا ذلك جيدا ويحاولوا تجنب أي مفاجآت تعقد الأمور. ضربة البداية الآن تعلن انطلاق دور خروج المغلوب وذهاب دور 16 في دوري أبطال أوروبا. حسابات مختلفة، لكن مع حضور الشامبيونز ليج تكون المتعة دائما منتظرة بالتأكيد، وهذا ما نتوقعه ونرجو فيه. الله على حارس المرمى، شوف التصدي، شوف اللقطة، كرة كانت صعبة لكن شوف المرونة، ردة الفعل الجميلة، ملعوبة جهة القائم البعيد، لكن الخطورة تنتهي. كرة راحت إلى أحضان حارس المرمى بدون مشاكل، تمركز ممتاز وساعدة في قطع الكرة. ينطلق بالكرة الخطيرة، كرة بين يدي حارس المرمى، جو غوميز، سيرجينيو ديست، الآن عند دي يونغ، هجوم من برشلونة، يتقدم إلى الأمام، محاولة هدف تقدم، مستحيل هذه الكرة، أي تصدي مجنون لحارس المرمى. هذه كيف ضاعت؟ كيف راحت هذه الفرصة؟ فرصة هدف محقق، أي ندم، أي حسرة على ضياع هذه الكرة. تركيز خاص على بوسكيتس في الملعب اليوم، أعلن بشكل رسمي بأنه سيعتزل مع نهاية الموسم. هذا الأمر بالتأكيد يجعل الجميع يركز تماما معه بشكل أقوى. لاعب قدم مسيرة كبيرة، عطاء من أجل الفريق، تواجد دائما في الأوقات الحاسمة، كان له دور ملحوظ في غرفة الملابس. الآن لن يكون من السهل تعويضه ببساطة، لاعب بخبرته وإمكانياته، خسارة كبيرة لكرة القدم باعتزاله. سيرجينيو ديست، نتيجة التعادل، والفريق يبني الهجمة بتنظيم وهدوء وبدون تسرع. الحارس وقف الكرة الماضية بدون أي صعوبة، بيمر فيها بعدي، الله، بدأوا القمة، أشعلوها أشعلوها، 1-0 في هذا اللقاء. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا ومتابعينا، النتيجة 1-0 الآن. فرانكي دي يونغ، بالجديد لدي يونغ، بتدخل شرعي يستعيد الكرة في المناطق الخلفية، تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. الأفضلية عند المهاجم، مر كرة راسية ما كانت صعبة، بكل أريحية يتصدى لها الحارس، يستعيد الكرة بتدخل سليم، استخلاص الكرة في مناطق الخصم، فرصة كبيرة للتسجيل، هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة، الأمور لم تنتهي لكنها اقتربت الآن. متابع إعادة الهدف ونشوف القوة الكبيرة في التسديد، قوة لكن كان فيها دقة، فيها توجيه أيضا تجاه المرمى. فرحة القلب تجعل الوجه سعيدا، كما هو واضح الآن على وجه هذا المدرب اللي تنعكس أيضا مجريات هذه المباراة وسيطرة فريقه وتقدمه في النتيجة.
هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. كانتي، رائع كانتي في التدخل واعتراض الكرة. في دور المجموعات دائما لديك الفرصة للتعويض، لديك 6 مباريات للوصول لهذا الدور، لكن ما يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. يا إلهي ما الذي يحدث هنا؟ انفراد تام، هذه كانت فرصة ذهبية، لا يعقل أن تضيع هذه الفرص. تدخل جميل من اللاعب، بيجرب بيشوت، ده صدي رائع من تير شتيكن. صافرة نهاية شوط المباراة الأول، نتيجة صادمة للبعض حتى هذه اللحظة من زمن. عودة إلى أجواء الملعب والمباراة مع شوط المباراة الثاني من لقاء ذهاب ثم النهائي دوري أبطال أوروبا. أجواء كانت مثالية في الشوط الأول وبالتأكيد لن تتغير في الشوط الثاني، لكن نتمنى بأن تكون المباراة أقوى من الجانبين. عمل جيد في قطع الكرة، ماكسيميليانو غوميز، تمريرة وفرصة لبرشلونة. لوك شاو إلى جو غوميز، دي يونغ، تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. غوميز، كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. تمركز سليم من فاران، يتقدم بشكل سريع باتجاه المرمى. رافائيل فاران، برشلونة يبحث عن العودة في النتيجة، عن العودة لبرشلونة، تمريرات في منتهى الروعة. عرضية إلى العمق، مرت الكرة العرضية من فوق الجميع. تمريرة فهد المولد لا تصل. سيرجينيو ديست، محاولة جيدة للحفاظ على الكرة. حلوة الكرة البينية خلف الدفاع، الكرة في المرمى، فعلوها، سجلوها في الشباك الكرة. الله على هذه النهاية. نشوف الإعادة من جديد، يا سلام على التمريرة البينية ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى، ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. المباراة حسمت بالفعل، لم يعد علينا أن ننتظر صافرة النهاية لنتعرف من الفائز ومن الخاسر، الوقت المتبقي غير كافي للتعويض أبداً. ماكسيميليانو غوميز، تصدي رائع حقيقة، حارس المرمى يقدم مباراة كبيرة. ماكسيميليانو غوميز، حلوة التسديدة، مرت يدوب فوق العارضة، تسديدة كانت قوية لكن ينقص الدقة والتوجيه في اللقطة الماضية.
مدرب بدأ يفكر في لاعب بديل في هذه اللحظات. يستعيد توازن. هنا ثبات كبير يحافظ على الكرة بعد تدخل قوي جدا من الخصم. فرصة هدف لديباي، كرة إلى المرمى الخالي والهدف يأتي، والكرة في الشباك الخالية، مهمة سهلة في غياب التغطية. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. العرضية تقف للمدافع. 9 دقائق وتلقى حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء. تحرك ممتاز من اللاعبين في الضغط واستعادة الكرة. الحكم يتراجع لإتاحة الفرصة ويقرر احتساب خطأ في اللقطة الماضية. الله على الكرة، تجاوز فيها بشكل سليم. كرة لا تمر من تير شتيغن. سيرجينيو ديست، وصلت إلى ديباي، ديباي تسديدة قوية لكنها ليست خطيرة على المرمى، خرجت بعيدة، افتقدت للدقة، كان بإمكان الفريق استغلالها بشكل مثالي. نلعب الآن في الدقيقة الأخيرة من المباراة. تدخل بيخلص الكرة. يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوز أصحاب الأرض على ضيوفهم في مباراة الذهاب من هذه المواجهة، واللي أكيد تعطيهم الأفضلية الآن.